السلام ومرحبا بكم الناس الكل في ثاني فيديو لينا. دونك باش نكملوا مع بعضنا التريننج شيت اللي بديناها المره اللي فاتت، اللي هي جونيور تريننج شيت للكومبيتيف بروجرامينغ، وهذه ثاني فيديو از اي سيد. دونك باش نحاولوا نخدموا البروبليم، باش نحاولوا نكملوا نفس البروسيس، معناها خليكم شويه وقت كان تحبوا تقراوا البروبليم وحدكم، واذا كان تحبوا تجربوا اكسترا وي غانا فولو ذا سيم بروسيس. سو ليتس جيت انتو ات. باهي كيما نشوفوا من بعضنا، دونك هذه الشيت اللي خدمنا بها نفسها متاع المرة اللي فاتت. أول بروبليم خليناها كانت بانيا انفانس، خليناها اكسبتد على الضربة الأولى بيان سور. بعثنا سبميت واحدة بركة، الريدينغ تايم كان دوست دقايق وخمستاش، ماهمش ثانية، راهم جوست عملت كونفرسيون مية على ستين، عم تطلع في الزون متاع 1.666، دونك each second نقوم نضربهم في العدد هذاك باش نجم نرجع بلوز او موان، معناها السكيب شكون كيف كيف. باش من بعد مثلا هذيك الست دقائق مش 10 ثواني، مي دي هذيك تضربها في 06 تطلع 6 سكوندات، معناها 6 دقائق و 6 سكوندات الكل في كل خدمة. باهي دونك بالنسبة للبروبليم اللي باش نخدمها اليوم هي انتوني اند دانيك. دونك باش نحلوا البروبليم وي غانا سيت اب بلاي جراوند معناها باش نحضروا التوسكي باش نخدموا فيه وكل شيء، و مش نبداو معاه باش نقراو البروبليم ديريكتومون. وهذه فرصتكم بيان سور اللي حاب يجرب يقرا البروبليم وحده، دونك ينجم يبوزي من تو ويقرا البروبليم، واذا كان حل في حاجه بعد يتبع معنا باش نقراوها مع بعضنا. دونك خليكم تو تقراو البروبليم. دونك I just covered the problem باش so I don't sneak ونبدا نقراها معناها وحدي. دونك تو باش نبداو نقراو مع بعضنا البروبليم ديريكتومون وباش نحاولوا نفهموها. مانيش باش نستعمل ال stop watch، I'm gonna do it في المونتاج، دونك باش نجمو تتبعوها خاطر it makes more sense غادي كيا، و هذايا بعد ساعات ننسى باش نسكرو كل شيء. دونك let's get into it. دونك البروبليم اللي باش نخدموها اسمه انتوني انتون اند دانيك. باه دونك انتون لايكس تو بلاي تشيس اند سو داز هيز فريند دانيك. وانس ذي هاف بلايد 10 جيمز ان ا رو، فور ايتش جيم اتس نون هو واز ذا وينر، انتوني اور دانيك. نون اوف ذا جيمز اندد وذ ا تاي. ناو انتوني وندرز هو وون مور جيمز، هي ثينكس he or Danik. Help him to determine this. The input. The first line of the input contains a single integer n bin 1 و 100,000, the number of games played. The second line contains a string s consisting of n uppercase English letters a and d. The outcome of each of the games, the ith character of the string equals to a if Anton won the game, the ith game, and d if Danik won the ith game. Beh. Just كملوا نقرأ وتنفسروا، ماهيش حاجة صعبة برشا. Beh. If Anton won more games than Danik, then print. If Anton won more games than Danik, print Anton without quotes in the only line of output. If Danik won more games than Anton, print Danik without quote in the only line of the input. If Anton and Danik won the same number of games, print friendship without quotes. باه دونك تو باش تعداو ديريكتومون لل thinking time. باه البروبليم هذيا سامبل على الاخر على حسب ملاحظتي، ما فيهاش برشا complications. دونك عندنا زوز اصحاب اسمهم انتون اند دانيك يلعبوا مع بعضهم في الشطرنج. باه لعبوا بالضبط n games، معناها let's say اذا كان n 6، دونك لعبوا 6 تراح متاع شطرنج. باه الطرح متاع الشطرنج بيان سور، بون مش بيان سور خاطر في قوانين الشطرنج فما اواي كيف يشوفها التاي، اما في طرحهم اللي يلعبوهم الكل ما فما حتى طرح.
وفي ايجاليتي معناها ديما فما سوا انتون سوا دانك ربح الجيم باه. دونك اللي يحبوا يعرفوا لهنا باش يعطيك النومبر نتاع الجيمز اللي يلعبوهم الكل بلت سي 6 بعد باش يعطيك string length نتاعو n containing letters either a ولا d معناها باش يطلع باش يعطيك شين دو كاركتير تاع حروف سواء a ماجسكول سواء d ماجسكول ونجي من الحروف هذوكما باش تطلع اسكو انتون والا دانك هو اللي ربح مور جيمز. دونك لنا باش تحسب كان دانك ربح مور جيمز دونك باش تقايد على دانك باش تقول له دانك ربح مور جيمز واذا كان انتون ربح مور جيمز دونك باش نقايدو على انتون ربح مور جيمز سينو اذا كان ات اندد اب وذ تاي معناها هذا ربح ثلاثة وهذا ربح ثلاثة دونك ايجاليتي بيناتهم باش نحطو فرينشيب. هذايا البروبليم وهذايا الفكرة نتاع البروبليم باه. سو لنا كالعادة باش نخليكم في بوز صغيرة بالنسبة لشكون يحب يجرب يحل البروبليم وحده ويكودي سولوشن سينو نرجع لكم من بعد نبداو نكوديو السوليسيون مع بعضنا. باه اي هوب اللي كان عينتو باش يجرب يكودي السوليسيون وحده سي بون عمل بوز وجرب كود السوليسيون سينو ليتس كود السوليسيون مع بعض. باه دونك تاو ديجا باش نبداو في الكودينغ تايم. باه الداتا نتاعنا شنو عندنا؟ عندنا انتجر ان اللي هو السترينغ قداش فيه وعندنا شين دو كاركتير دونك نجمو نقراوها كسترينغ كيما نجمو نقراوها بالكاركتر بالكاركتر. باه اني باش نعمل حاجه لهنا باش نعمل another variable باش نسميها anton sum باش نعملها initialization للزيرو. باه باش نقرا تاعين باش نقرا الان من بعد ما نقرا الان باش نباركوري string اللي عطاه لي الكل اللي كايا وباش نبدا نشوف كاني ا باش نزيد الانتن كاني كاني دي مانيش باش نزيد حتى شيء خاطر اي هاف معناها ليتل تريك باش نعمل باه. دونك باه عندنا تو باش نديكلاريو char سي باش نقراه ككاركتير مانيش باش نقراه كشين دو كاركتير دونك باش نقرا بالكاركتير بالكاركتير فور باه int i equals 0 دونك باش نعمل بوكل فور باش نقرا لي كاركتير الكل اي اصغر من n بلس بلس اي دونك سين اي باش نقرا الكاركتير هذاك و ديريكتومون باش نكومباري نجم نعمل فاز اخر من غير ما نستعمل بوكت فور اما اتس ذا سيم ثينغ باه. دونك لنا باش نقول له انت انتوني انت سام بلس ايجال انت تذكروا المره اللي خدت الحاجه اللي خدناها مال اللي فات دونك نخدموا على الحكايه هذيك اللي هي باش نجمعوا فالور بولين باه. دونك باش نشوفو الكاركتر هذايا كانو ايجال دونك انتون ربح الطرح هذاك باش يزيد كانو فالور ماهيش دونك باش يزيد زيرو باه. ان دي انت باش نخرجو سوا انتون سوا دانك سوا فرنشيب تو ديبون من شنو تو ديبون ايذر انتن ربح والا دانك ربح والا معناها اندد اب طيب باش نخرجو فرنشيب وقتها باهي. دونك باش نجرب حاجة ام نوت شور اذا كان باش تخدم اذا كان ما خدمتش باش نعملوها اوترومون باهي. دونك باش نشوف
انا لا ما مش نخدمها بطريقة هيك، نخدم بحاجة بس سامبل على الاخر. به كيف دونك ان ديفايدد ان ديفايدد باي 2 اكبر من انتن. دونك هذايا ديريكتومون انتوني سام، انتون سام بلوتو، مش انتوني. باهي دونك في الكا هذيا باش نعمل سي اوت، هذايا ديريكتومون سي اوت باش نخرج شكون ربح يو دانك. باهي الزيف اوكي okay, ديا I guess it's going to be a little tricky. نعملو هكا إذا كان مقسوم على 2 إيه إذا كان مقسوم على 2 إيجال إيجال ان سام انثوني سام. باهي اما مانيش باش ناخذها هكاكا خاطر فما حاجه اخرى لازم ناخذها ان كونسيدراسيون، اللي هي اذا كان الان عدد امبير. باهي اذا كان الان عدد امبير وتقسمه على 2 دونك ليت سي 7، 7 على 2 باش يعطيني 3. اذا كان باش يلقى 7 على 2 ديجا يساوي انثوني دونك لنا باش يعطيني حاجة غلطة. باهي لنا لازمني نقرا حساب حاجة أخرى، إنه الآن ماهوش نمبر أمبير، ولا هي ماهوش نمبر أمبير. أنت دونك نجم نستعمل لهنا في السي بلس بلس يا الأند هذه يا الأند الأخرى أند إن باهي نعملو نوت ان مود دونك ماهوش نمبر امبير، وهذه لازم نديروها في لي دو كونديسيون حتى في هذه ما لازمش يكون نمبر امبير. اذا كان الان تتقسم على 2 اكبر من انتني لا هي ديجا هذه بار ديفو ان على 2 باهي هذه مريقلة ياوت مش مشكلتون. دونك لنا إذا كان عند تاب التاي عند ريبت باهي إلز دونك الإلز هذي إلز 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 إيك ولا إلز أكهو باهي. دونك لي كا لي قاعدو شنو هما لي كا لي قاعدو عندنا سوا النمبر التايم تاع سترينغ اكبر من انتوني سام دونك هذايا بار ديفو دانك ربح. باهي من بعد باش نشوفو اذا كان هم قد معناها ربحو بالضبط. باهي دونك في الكا هيكي هي فرانشيب باهي في الكام تاع فرانشيب وي حاجة سهلة على الاخر اللي هو لازم ان يكون نمبر بي سينو ما تنجمش تصير تاي معناها لازم الطرح ساعة يكونوا قد معناها تنجم تقسم الطرح اللي يلعبوهم لتس يلعبوا 2 4 6 تنجم تخرج 3 3 ما كي يلعبوا 7 سي امبوسيبل لازم واحد فيهم يكون ربح. باهي دونك ان ستريكتومون اكبر واذا كان باهي دونك غنشوفو لهنا ساعة وين باش نوصلو اسكو نجمو نكملوها كيك والا لا. باهي دونك لنا اي جيس ام جوين تو سي اوت انت
باش نجربو نعطيو ان اكزامبل يغلط شوي. باه هذوما 6 جاوهم بي عشتنا بحاجه كيما هكا باش نشوفو شنو سيبوزي تاعتي اسك عطات بصحيح والا لا. فوالا دونك هذه هي الكا اللي لازم نثبتو فيها. دونك الكا نتاع انه عدد امبير به به اي جيس باش نتوستي الخدمه الكل جمله واحده به نولي من الاول نتستي اذا كانوا عدد بير ولا امبير. دونك نعملو ان مود 2 كان في المود 2 باش يخدم حكايه كان ماهوش مود 2 باش يخدم حاجه اخرى ريمو باهي. دونك كانوا امبير نشوفو كيفاش راكحوها كانوا بير اللي هي حاجه سيمبل على الاخر سوا هذه سوا هذه سوا هذه. دونك شنو نقولو هاك اف ان سور 2 اكبر من انتوني انتون سام بلوتو لان سي اوت دونك اكبر ستادير دانك ربح دانك هلس سي اوت بون الزي فيليا الزيف ان ديفايد باي 2 equals and sum layout and chip just لازم نثبت من بعد في الكتيبة اسكو صحيحة ولا else layout and b en principe لنا ايه بس باش نقربهم لبعضهم ايه 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 واضح. دونك توا في الكا تاع نومبر امبير الكا تاع نومبر امبير سي امبوسيبل باش تصير تاي باهي. دونك لازمنا نثبتو نثبتو في إذا كان n divided by 2 عدد أكبر منه ولا دونك هذه هي الحاجة اللي لازم نثبتو فيها. إذا كان if دونك هذه سمبل على الأخر and sum أكبر من n divided by 2 معناها simply خاطر هو يا باش يكون يا أكبر يا أصغر ما ينجمش يكون قدو أم قدو قد قد قدو قد قد ستدير معناها خسر. إذا كان قدو معناها ستدير خسر ولا دونك هذه ديجا باش تكون فيها تو كيسز خلينا نخدموها اوترومو. اوكي سي اوت دونك لنا شنو نعملو ترنري اوبيريتور به اذا كان هو اكبر دونك لنا باش يخرج انتون واذا كان اصغر باش يخرج دانك سمبلي به. هذه الفكره نتاعنا سي بون كملنا في غانا تيست تو باش تعطينا فالور صحيحة فوالا باه. دونك نعملو تجربة أخرى تاع هاذيا ما عملتش كوبي باه ناو اي ديد كوبي لازم هاذيا تخرج فرنشيب وهاذيا اون برانسيب باش تخرج فرنشيب فوالا صحيح باه. تو جست نثبت اسكو مكتوب بالصحيح ولا لا مانيش كاتب بالصحيح دونك هاذي لازمها هكا دانك دانك بالصحيح وانتون انتون بالصحيح انتون اي دانك دانك انتون باه. دونك شنو نبعثو الكود نتاعنا سي بون كملنا باش نبعثو الكود ونشوفو شنو باش يعطينا يشود بي اوكي باه. جست باش نبوزي لحظة باش نجوتي الكريدنشال نتاعي باه سي بون توا رجعنا نبعثو سبميت نتاعنا
in the queue and accepted. Donc c'est bon, تو لهنا بعثنا و it's accepted. بعد تنقيدوا الكودينج تايم وكل شيء تنقيدوه، maybe تنعمل عليهم little review في الفيديو اللي بعدها. سينو نتعديو to analyzing the solution I provided. دونك لنا وصلنا لاخر بارتي من الفيديو باش نفسروا السولوشن اللي خدمتها، يعني نفسروا معناها شنو كتبت بالضبط في الكود نتاعي. دونك let's start. First of all ساعة ديكلاريت دو فاريابل، الان اللي هي السايز نتاع السترينج اللي هو باش يعطيه، والاخرى هي باش تكون النمبر اوف جيمز باش نهولدي فيها النمبر اوف جيمز انتون ربحهم. باهي بعد قريت ال number of games اللي لعبوهم، بعد ديكلاريت T as a character باش نقرا each character وحده. باهي عملت بوك الفور على قد النمبر متاع الان باش نقرا تولي كاركتير بالكاركتير بالكاركتير، واني نقرا فيهم او ميم طون، انا لهنا ديجا نقرا في الكاركتير ومن بعد نتستي، يعني الكاركتير هذاك زيد واحد للانتون انتون سان، اذا كان الكاركتر دي زيد زيرو للانتون سان. باه دونك جوست لهنا عملتها تو افويد انه مش نعمل اف كانك اجوتي. دونك هو منا ولا منا ينجم ديما يبقى يا جوتي سواء واحد سواء صفر، ماهيش باش تاثر على الكود نتاعنا. باه فاينلي باش نخرجوا الاوتبوت نتاعنا، دونك لازمنا نخدموا على تو ثينكس. تو ثينكس هما شنو؟ سواء اذا كان النمبر اوف جيمز اللي لعبوهم اذا كانوا نمبر بير، دونك فما البوسيبيليتي وقتها انهم يكونوا عملوا تاي، معناها لعبوا جيمز وخرجوا ايجاليتي بين بعضهم. اما اذا كان النمبر نتاع الجيمز اللي لعبوهم ماهوش بير، دونك لازم نشوفوا الحكايه اوترمون. باه دونك شمعنى نشوفوا الحكايه اوترمون؟ فور اكزومبل لهنا عندنا اللي هما لعبوا نمبر اوف جيمز امبير. باه دونك اذا كان انثم ربح let's say 3 games، باهي و let's say ان overall number نتاع الجيمز الموجودين 6 بون في الكا هذي خاطر لازم يكون امبير، دونك let's say it's 5. اذا كانوا 5 هو رابح قلنا 6 نحملو 7 games. باهي قنعودوا الاكزامبل نعودو نفسروه من الاول. باهي الكا هذي باش نشوف اذا كان انتون انتون رابح اكثر جيمز من نمبر اوف توتال جيمز الموجودين، خاطر في الكا هذي الوحيده فما سواء دانيك سواء ان، ما ينجمش يكون فما ايجاليتي خاطر النمبر اوف جيمز اللي يلعبوا امبير. باهي دونك اذا كان انتون let's say انتون لعب 5 جيمز، باهي ديما باش نستحفظوا على الخمسه هذي، let's say overall فما 9 جيمز لعبوا، دونك 9 divided by 2 باش تعطينا 4. علاش؟ على خاطر الان is an integer وقاعد نقسم فيه على integer، دونك شي يعمل له floating on principle، شي يعمل له roundness باش يهبطوا للفالور اللي تحته. هو صحيح اذا كان تقسم 9 على 2 باش تعطيك 4.5، اما في الانتجر دونك باش تولي تعطيك 4، دونك باش تلقى عندي 5 اكبر من 4 دونك انت نربح. ب لو باش نبقاو نستحفظوا على نفس الخمسة باش نقولوا بار اكزومبل انه تلعبوا 11 جيم. ب دونك عندنا لنا 5 وعندنا لنا 11 اذا كان نقسموها على 2 باش تعطينا 5، 5 قد 5 يعني هو ريالمون 5.5. وكي تجي تخمم فيها اذا كان انتون ربح 5 قداش الا 5 قداش؟ قداش الا 5 باش يعطينا 6، دونك دانيك ربح اكثر. دونك هذاك علاش التست كيز اللي خدمت عليها لهنا هي اسكو انتون ربح مور جيمز ذن هذي ديفايدد باي 2 ذن النمبر معناها اوف نمبر اوف توتال جيمز لعبوهم ديفايدد باي 2 كان ترو باش يخرج انتون، اذا كان فولس باش يخرج دانيك. باهي توا في الكا نتاع النمبر بير اتس سو سيمبل، علاش؟ خاطر اذا كان ليتس سي باش نتبعو نفس ليكزومبل تاع انتون عنده 5، باهي اذا كان لعبوا 10 جيمز دونك اوتوماتيكمون سي فرنش، اذا كان لعبوا 12 جيم
دونك سي اوتوماتيكمون دانك. واذا كان لعبوا 8 جيمز باغ اكزومبل راهو باش يكون انتم، خاطر هو ديجا عنده 5 5 8 باش نقص منها 5 باش تطلع لك 3. دونك هذيك السوليسيون تاعنا اللي عطيناها، ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره وان شاء الله تكون مفهومه. اذا كان فما حاجه مش مفهومه يو كان كومنت بلو، سينو نتعديو للاوترو. باه لان نكونوا وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذيا، ومتنساوش نوصيكم على الاخر اذا كان فما حاجه مش واضحه كومنت بلو، وقولوا لنا اذا كان فما حاجه عجبتكم ولا فما حاجات ما عجبوكمش في الفيديو قولوا لنا زاده باش نحسنوا، خاطر وي ار تراين انه نعملوا كونتنت باهي، نخرجوا حاجه معناها يتعلموا منها العباد ويقويوا البروفايل نتاعهم، ولا يا البروفايل نتاعهم في الكومبيتيتيف بروجرامينغ، في البروبلم سولفينغ، في سي بلس بلس بلوز او موان، خاطر اتس نوت ديديكيتد بيورلي فور سي بلس بلس، اما That's the goal. معناها انك تتعلم وتخدم you challenge yourself و etc. باه دونك كيما قلت لكم feedback please I'm waiting for your feedback. كان فما حاجة باهية قولونا، فما حاجة مش باهية قولونا. سينو see you to the next time. Peace.